ازيك يا فريدة؟ معلش اتأخرت عليكي، كنت مع اصحابي ومسكوا فيا. الحمد لله على السلامة يا سيدي، بس برد على التليفون طمني وقت. خلاص بقى يا فريدة، ما يبقاش قلبك اسود. ماشي يا محمد، اتسحرت ولا ايه؟ لا لسه، يلا بينا نقوم نتسحر مع بعض. طيب بالهنا على قلبي. الله يهنيك يا دودة. ايه يا بنتي ده كله؟ كنت بتاكلي ليكي وللجيران ولا ايه؟ وبعدين في اللي بيبصولنا في اللقمة، هتحسدونا ولا ايه يا جدعان؟ خلاص خلاص. طيب شربتي مية ولا لسه؟ شربت لترين ودخل على التالت، يمكن اشبع. كام لتر؟ انت بتهزري ولا بتتكلمي جد؟ والله بجد. في ايه؟ هو حرام؟ لا بس غلط يا فريدة، شرب مية كتير في السحور وبعده بينعكس علينا بالعطش في الصيام، بعكس ما احنا متوقعين تماما. احكيلي ازاي ده بيحصل؟ اشرب كتير اعطش؟ غريبة دي. اول حاجة سيبي ازازة المية اللي في ايدك دي، كفاية كده. ثانيا بص يا ستي، لما بتشربي مية كتير تركيز مكونات الدم بيقل، فيبتدي المخ يستقبل اشارات بان تركيز الدم قل، فتبتدي تتحرك اليات دفاع الجسم لاعادة مكونات الدم لتركيزها الطبيعي، وعشان كده هتحس انك عطشت بسرعة تاني. خلاص خلاص فهمت كده، وانت عشان دكتور يعني؟ ماشي يا محمد، هو ماشيل الازازة ده، انا هشوف ايام ما يعلم بيها الله ربنا.